بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، نلتقي اليوم مع كبسولة قانونية جديدة، وكبسولة اليوم بعنوان أمانة الخبير، ونتحدث فيها عن أهمية أمانة الخبير ومدى خطورتها وكيفية سدادها وماذا يتم في حالة عدم السداد وفي حالة السداد. أعزائي، في كثير من الأحوال في النزاعات القضائية يصدر من المحكمة حكما تمهيديا في الدعوة، وذلك إذا كانت الدعوة تحتاج إلى أهل الخبرة، فتنتدب المحكمة بموجب حكم تمهيدي خبير في الدعوة يكون مهمته إجراء المعاينة الطبيعية والاطلاع على مستندات الخصوم وسماع أقوالهم وشهودهم وما يراه من انتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على أي مستندات أو غيره. بتنتدبه المحكمة وبتحدد له في حكمها التمهيدي مأموريته اللي هيقوم بيها الخبير. وفي ذات الحكم التمهيدي بتحدد المحكمة جلستين اتنين، جلسة لسداد أمانة للخبير قدرها مبلغ مالي مثلا 500 جنيه او 300 جنيه او 1000 جنيه حسب الاحوال وحسب ظروف القضيه، وجلسه لورود تقرير الخبير اللي هي محدده يكون الخبير انهى مأموريته لايداع تقريره. وفي غالب الاحوال اللي الجلسه الثانيه بتاع ورود التقرير بتؤجل لعده جلسات اخرى لحين انهاء الخبير المنتدب في الدعوه مأموريته. والخبير ده يا اما في الدعاوى المدنيه زي دعاوى الريع ودعاوى القسمة الفرز والتجنيب وأي دعوة تحتاج إلى أهل الخبرة أو خبير كيميائي في قضية مخدرات مثلا، أو خبير طب شرعي في قضية جنائية قتل أو اغتصاب أو إلى حسب الظروف. فتنتدب المحكمة الخبير ويسدد الشخص المدعي صاحب الحق اللي كلفته المحكمة في حكمها التمهيدي، يسدد أمانة الخبير اللي المحكمة حددتها في حكمها التمهيدي. المحكمة بتحدد له جلسة لسداد الأمانة وجلسة لورود تقرير. لابد من سداد أمانة الخبير قبل الجلسة المحددة للأمانة، يعني جلسة مثلا 1/1/2021 لسداد الأمانة و 1/3/2021 لورود التقرير، يبقى قبل 1/1/2021 لازم يسدد الأمانة. طب نفرض إن جه ميعاد الجلسة وما سددش الأمانة وسهى عليه ونسي او مطنش او كان متردد انه يسددها ولا لا، او محدش شرع عليه مشورة انه يسددها في الميعاد، نقول ايه بقى في الحالة دي؟ يوم الجلسة يعرض الامانة على سكرتير الجلسة قدام المحكمة انه بيسددها في ذات اليوم، يعني عنده استعداد لسدد، المحكمة هتقبلها منه وتخلي السكرتير ياخدها، وكده يبقى سدد الامانة برضه. وكده بعد ما يسدد الامانة اليوم التالي، سواء هو سدد الأمانة قبل الجلسة أو سددها يوم الجلسة، اليوم التالي للجلسة المحددة للأمانة يبتدي سكرتير الجلسة تصدير الدعوة، تصدير ملفها إلى مكتب الخبراء المختص ليكلف أحد خبرائه بمباشرة الدعوة كما كلفته المحكمة في حكمها التمهيدي. طب نفرض أنه ما سددش الأمانة لا قبل الجلسة المحددة للأمانة ولا يوم الجلسة، ولا هو عايز يعني نيته من أصلا مش عايز يسدد أمانة الخبير، يبقى في الحالة دي في ذات يوم الجلسة المحددة للأمانة المحكمة بترى أنه متقاعس عن تنفيذ قراره في سداد أمانة الخبير، وبتحجز الدعوة للحكم وبترفض الدعوة لعدم سداد أمانة الخبير. يعني بدل ما الدعوة تحال إلى مكتب الخبراء، المحكمة بتحكم فيها وقد تحكم فيها في ذات اليوم الحكم بجلسة اليوم رفض لعدم سداد أمانة الخبير، ويبقى كده بيخسر الدعوة لعدم التزامه بسداد أمانة الخبير. طب سدد الأمانة سواء قبل جلسة الأمانة أو يوم الجلسة المحددة، بتحال الدعوة إلى مكتب الخبراء وتصدر عن طريق سكرتير الجلسة، زي ما قلت بيصدر الدعوة إلى مكتب الخبراء لينتدب مكتب الخبراء بدوره خبير مختص في مثل هذه القضايا. إذا كانت قضية خاصة بالزراعة يبقى خبير زراعي، قضية هندسية يبقى خبير هندسي، قضية حسابية خاصة بالشركات أو المحاسبات يبقى خبير حسابي، قضية خاصة بمخدرات في شق جنائي
بيبقى خبير كيميائي، قضية خاصة بأي شيء بتعدي بقتل أو اغتصاب أو انتحار أو أي واقعة خاصة بالجسد يبقى خبير شرعي طب شرعي، يبقى حسب أحوال القضية يتم إحالة القضية إلى الخبير المختص حسب ما كلفته المحكمة في الحكم التمهيدي التي أصدرته المحكمة في الدعوة إذا كانت مدنية أو جنائية بند بأحد الخبراء المختصين للقيام بدوره بمباشرة الدعوة. وزي ما قلنا احنا وضحنا لو ما سددش الأمانة إيه اللي هيحصل، بيبقى خاسر لدعوة لعدم سداد الأمانة والمحكمة بتحجز قضية الحكم وبترفضها. بكده نكون احنا سددنا امانة الخبير وعرفنا عندنا حالتين اتنين اللي هي حالة سداد الامانة وحالة عدم سداد الامانة، ايه اللي هيحصل في الحالة دي وايه اللي هيحصل في الحالة دي. واحنا من ناحيتنا بنوجه طالما انت المدعي والمحكمة كلفتك بسداد امانة الخبير يبقى من مصلحتك تسدد امانة الخبير في اسرع وقت، يعني بعد نسخ الحكم التمهيدي مباشرة تروح للسكرتير الجلسة وتسدد أمانة الخبير، هيطلع الحكم التمهيدي ويقدر لك عليه الأمانة وتنزل الخزنة تدفعه، وانت رايح تدفع في الخزنة صور الحكم التمهيدي صورة عشان تشوف وتبقى انت مطلع ومباشر الدعوة أمام الخبير بإيه الإجراءات اللي المحكمة كلفت بها الخبير لاتخاذها في مباشرة الدعوة، تبقى انت بتتابع ذات الإجراءات مع الخبير عن طريق الحكم التمهيدي. وعشان كده بقول وانت رايح تدفع أمانة الخبير على الحكم التمهيدي بتصور الحكم التمهيدي الصورة وتخليها معاك في الملف هي والإيصال الأحمر بتاع سداد الأمانة بتاع الخبير. انت بترجع تاني تدي الحكم التمهيدي اللي دفعت عليه الأمانة بتدي لسكرتير الجلسة، وإذا كنت محامي بياخد منك الكارنيه ضمان انك ترجع الحكم تاني، وإذا كنت صاحب الشأن بياخد بطاقتك عشان يضمن انك مرجع الحكم تاني. بترجع بعد سداد الأمانة وتكون صورت الحكم التمهيدي بترجع تدي أصل الحكم التمهيدي بعد سداد الأمانة للسكرتير عشان يديك البطاقة أو الكارنيه حسب الأحوال، وبكده تبقى سددت أمانة الخبير ودعوة ماشية صح بتصديرها لمكتب الخبراء لمباشرة الخبير أعماله كما كلفته المحكمة وتنتهي كبسولة اليوم. وإلى اللقاء في كبسولة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.